عشان اعمل اول حاجه الفراخ بتاعتي بجيب فرخه وزنها كيلو كيلو ونص وبفتحها من ظهرها وافردها بالشكل ده وانا اغسلها كويس ملح خشن وفلفل خشن ودي وخل وانقعها في ميه بتلج فيها عصير ليمون فيها ما فيها خل ابيض وملح خشن وتلج واسيبها ساعه وانشفها وتبقى بالشكل ده ولسه هشرحها عشان التتبيله بقى واستمتع بالتتبيله بحط معلقه سكر معلقه من الملح معلقه من الفلفل الاسود معلقه من البهار معلقه من الكركم يبقى ملح وفلفل وبهار وكركم يا جمالك يا حسن وانزل عليه بنص كوبايه من الزيت نص كوبايه من الزيت واقلب الملح والفلفل والبهار والكركم مع الزيت كويس عشان اعمل التتبيله بتاع المندي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها بعد ما قلبت الملح والفلفل والكركم والبهار مع بعض مع الزيت اروح جايبه واحد بصلايه مبشوره واحد طماطمايه مبشوره معلقتين صلصه طماطم معلقتين من الزبادي معلقه ثوم يا حسني دي التتبيله بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها اهم حاجه هتسيبها في التتبيله دي ساعه الفراخ بعد ما نشرحها هسيبها في التتبيله دي ساعه تعال نقلب التتبيله مع بعض ندخلهم مع بعض الملح والفلفل والبهار والكركم والزيت مع بشر البصل وبشر الطماطم والصلصه والزبادي والثوم خدي بالك من التركه دي واحده واحده كده وبعد كده اروح جايبه الفرخه بتاعتي جايبه سكينه حاميه وانا فاتحه الفرخه من الظهر مش البطن من الظهر وافتح الفرخه بتاعتي شرايح كده عشان الطعم بتاعها يخش جوه ومن الورك واروح جايه واخده الفرخه بتاعتي حاطه جزء من التتبيله تحت واروح جايه فردها عليها برضو تتبيله تحت وبقيه التتبيله فوق واسيبها ساعه في الثلاجه يا حسني ساعه في الثلاجه عشان تاخد وتدي من الاطعمه بتاعتك بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها عشان تعملي مندي صح بكل تفاصيله وحركاته ما تسيبيش حته حطها في التلاجة لمدة ساعة شوية الرز أنا يا دوبك هيبدأ قبل ما ينشفوا عندي هبدأ عشان يستووا مع بعض في الفرن أحط معلقتين زيت يقدحوا وأحط ورقتين من اللوري حطيت ورق لورو للزيت وحطيت ليمون ناشف وحطيت بصل صغير أحمصهم كده وأنا بحمصهم بحط شوية ملح وشوية فلفل ومكعب مرق للطعم كل ده قدامك كده يا عم حسني بعد كل ده متحمص ورق اللورو والفلفل والليمون الناشف وعندي البصل الصغير والملح والفلفل ومكعب المرق عندي الرز البسماتي كيلو اهو اروح حطاه كله كده زي ما انت شايف كده يا عم حسني حطيته وحوره يبدا ياخد الماده الدهنيه وياخد الفليفر بتاع ورق اللورو والليمون والبصل والتوابل بتاعتي واكون مجهزه له ضعف الرز مرتين ونص ميه سخنه بتغلي خد بالك من التركه اهو وعندي الفرخه بتتبل يبقى خطواتك كده زي ما انت شايف كده قدامك ميه سخنه بتغلي عشان اديله الميه اول ما يتشرب احطه في الوعاء اللي انا هسويه في الفرن مع المندي خطواتك كده كلها قدامك يا حسني اروح جايبه بودرة كاري واحدة واحدة كده لونها خدي بالك اهو زعفران وادوبها كده وهو بيتشرب سنة من بودرة الزعفران مع شوية مية اروح جاية موزعاهم كده اهو يا حسني يا تركاتك يا تفاصيلك واقلبها تقلبتين كده كده جاهز عندي الرز بص وهو في مرحلة السوى ده كده يا حسني أروح واخد الرز قلباه في الطاجن اللي أنا هسوي فيه تمام؟ وبعد كده يا عم حسن أسوي الرز بتاعي وأطفي النار اللي أنا مش عايزاها وأجيب ألومنيوم فويل عشان أعزلها كذا طبقة كذا طبقة
وقفل كويس وقفل كويس. وتأكيدا للقفل كويس اجيب حزام من الألمنيوم فويل واحطه داير داير عليها من تحت تقفيلا اهو، واروح جاي كبسه. واجيب خله واروح جاي ابص يا حسني مخرمه كده عشان البخار يطلع لي على الفرخه يسويها لي. خدي بالك من التركات اهو يا عم حسني، خرام في كل حته وكتيره وكتيره. تمام، اروح جايبه الفرخه بتاعتي اللي انا تبلتها وقعد في التتبيله ساعه، واروح جايه سحبها كده يا حسني بالتتبيله بكل حاجتها كده اهو، وادخلها لمده نص ساعه مكشوفه، وبعد كده اقفل عليها بالالومنيوم فويل. اشوف الفرن بتاعي في طبعا الطاجن اللي انا مجهزه، اطلعه وادخلها مكشوفه لمده نص ساعه، وبعد نص ساعه بغطيها يا حسني درجه حراره 180، بعد نص ساعه اغطيها تاني واسيبها نص ساعه.